لا زالت مستمرة شوطنا 17 في الانطلاق والتواصل في مشوار نجاح انطلاقات سباقات التحدي وسباقات وأشواط الانتاج في منافسات مميزة في أرضية ميدان المرموم والذي طبقت من بداية هذا الموسم خاصة مع كل الأشواط من بداية الصغار حتى الحولي والزمول. نتابع البداية والمركز الأول ونسير إلى مقدمة الشوط، شوطنا 17 مشاهدينا الكرام. أعود إلى البداية أيها الحبل الكريم، أسير إلى متابعة الأشواط ومتابعة المقدمة حيث نسير إلى شوط خاص بالجعدان المحليات الأصايل، تنطلق من خلال دفعة المنافسة والتحدي في هذه المشاركة وإكسبو يتقدم سالم بن محمد بوثم العامري على بداية تصدر هذا الشوط، بينما المركز الثاني المركز الثاني حشيم علي بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله المسافري يتواجد على ثاني المراكز ليقدم لنا حشيم في هذه المشاركة وفي هذه المنافسة السعيدة. ننتقل إلى المركز الثالث، المركز الثالث وصل الذيب محمد بن راشد برويس الاجتبي يتواجد على المركز الثالث، بينما المركز الرابع مشاكل عمر بن أحمد بن محمد بن سالم العامري يتقدم إلى المركز الرابع، والمركز الخامس يصل مشاهدينا الأعزاء الحذر لمبارك بن حمد بن سبعين المحرمي اللي وصل خذ المركز الخامس في هذه اللحظة، بينما المركز السادس الحذر لسعود بن سالم بن سعيد المنعي يقدم لنا الحذر ويتواجد على المركز السادس. المركز السابع مشاهدينا الاعزاء نقله الى المركز السابع، المركز السابع هناك تقدم من شعار بن حاده، هناك نهاب نايف بن سالم بن حاده الاجتبي يقدم نهاب على سابع المراكز في هذه اللحظه، والمركز الثامن المركز الثامن جاد يحتل المركز الثامن سعيد بن سويد بن قشمان المنصوري، المركز التاسع المركز التاسع نتقدم نسير مشاهدينا الاعزاء الى بن حموده اللي يقدم لنا من خلال هذا اللقاء وهذا هو ذيبان خالد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري يتواجد على المركز التاسع، بينما المركز العاشر وصلنا إلى شاهين محمد بن كميد بالذويب العامري في المركز العاشر. هذه إذن النداء مشاهدينا الاعزاء الاول لمجريات هذا الشوط اللي من خلاله تعرفنا على المراكز العشره الاولى اللي تبحر في ناموس هذا الشوط وفي تحديات أشواط الإنتاج التي يعني يتقدم فيها الكثير من الإخوان في منافساتهم ومشاركاتهم في ميدان المرموم. عودة إلى البداية وصراع المقدمة والمركز الأول، لا زالت الأمور هناك عندك المسافري، المسافري يقدم لنا حشيم، حشيم علي بن عبد الله بن سعيد المسافري لا زال على أول الانطلاقات وهو من يتقدم هذه الجموع في انطلاقة مميزة وجميلة يتكلم من خلالها حشيم بناموس هذا الشوط ويتحرك إلى الصدارة، بينما المركز الثاني المركز الثاني هناك اكسبو يتواجد سالم بن محمد بوثم العامري اللي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث الحذر مبارك بن حمد بن سبعين المحرمي مشاهدين الأعزاء يتقدم إلى المركز الثالث، والمركز الرابع وصولا من قبل مشاكل عمر بن أحمد بن سهيل العامري ياخذ المركز الرابع والمركز الخامس، المركز الخامس نهاب نايف بن سالم بن حادة الاجتبي في المركز الخامس، المركز السادس بن قشمان واصل قدم لنا جاد سعيد بن سويد بن قشمان
المنصوري الان وصل خذ المركز السادس، بينما المركز السابع المنعي اشوف هناك في المركز السابع الحذر سعود بن سالم المنعي يحتل المركز السابع، والمركز الثامن يعود برويس محمد بن راشد برويس الاجتبي، بينما المركز التاسع خالد بن غانم بن علي بن حموده الظاهري يتواجد في المركز التاسع في هذه اللحظه. هذه يعني لحظات هذا الشوط، يسير هذا الشوط بمسار الهدوء، بمسار الهدوء مشاهدينا الكرام، مسار هدوء مميز تماما أمامكم، هذا هو في هدوء هذا الشوط، هدوء تام حتى هذه اللحظات. لكن المركز الأول لا يزال المسافري، لا يزال المسافري يقدم حشيم 1200 على خط النهاية، ولا يزال المسافري علي بن عبد الله بن سعيد المسافري مشاهدينا الكرام لا زال متقدما حتى هذه اللحظات، محافظا على رونقه، محافظا على مشاركته الأولى. المركز الثاني، المركز الثاني بوثام لا زال يقدم كذلك لنا، اكسبوا من يحتل المركز الثاني هناك، يا سلام محمد بن سالم بوثام العامري. والمركز الثالث، المركز الثالث، المركز الثالث، شوف بن سويد يقدم لنا جادة يحتل المركز الثالث، سعيد بن سويد بن قشمان المنصوري، والمنعي يقدم الحذر سعود بن سالم المنعي في المركز الرابع. المركز الخامس هذا اللي هجم هجماته، هجمات مرتدة ياتي مشاهدي الاعزاء مشاكل، عمر بن احمد بن سهيل العامري في المركز الرابع، نايف بن سالم بن حاده الاجتبي في المركز الخامس، لكن عوده الى حشيم، عوده الى حشيم الاقرب حتى اللحظه لناموس هذا الشوط، الاقرب لناموس هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام يا المسافري، الله علي بن عبد الله بن سعيد المسافري لا زال يقود حشيم، لا زال يقود حشيم. المركز الثاني اكسبوا اكسبوا سالم بن محمد بوثم العامري في المركز الثاني، بينما نهاب في المركز الثالث، نايف بن سالم بن حاذ الاجتبي، الا ان حشيم بدا يتحرك، حرك حرك يا المسافر، حرك كانك تبغي التحيه والسلام والسلام، نايف نايف. لكن هناك الله يا ابو ثم يا ابو ثم يقدم اكسبه سالم بن محمد بوثم العامري في اللحظات الاخيره، في اللحظات الاخيره، في اللحظات المثيره، سالم بن محمد بوثم العامري انطلق مشاهدي الاعزاء من جديد وانتزع المركز الاول، انتزع صداره هذا الشوط. هذا هو امامكم سالم بن محمد بوثم العامري، عامري اكسبوا اكسبوا اكسبوا، تهانينا والناموس على هذا الفوز يا ابو ثم سالم بن محمد بن عامري. المركز الثاني علي بن عبد الله المسافري، المركز الثالث نايب بن سالم بن حاده الاجتبي، والمركز الرابع الحذر يتقدم مشاهد الاعزاء سعود بن سالم بن سعيد المنعي، والمركز الخامس جاد سعيد بن سويد بن قشمان المنصوري. هكذا كانت نتيجتنا مشاهد الاعزاء لمستوى هذا الشوط، لتحدي هذه الانطلاقه، ولكن في النهايه هنا من خلال التواجد التحدي المنافسة في شوطنا الذي يسبق شوط الختام، حيث كانت تحدياته مميزة، واكسبوا سالم بن محمد بوثام العامري بسبع دقائق 49 ثانية، سبع أجزاء من الثانية، ثانينا والناموس، واسعد الله صباحك على هذا الفوز والانتصار. أما المركز الثاني مشاهدين الأعزاء كان حشيم لعلي بن عبد الله بن سعيد المسافري، سبع دقائق 51 ثانية جزئين من الثانية، ثانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثالث حل ضيفا في هذه الانطلاقة، نايف بن سالم بن حاذة الاجتبي سجل سبع دقائق 51 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية، ثانينا والناموس للجميع في هذه الانطلاقات.